حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. مديحة حمدي. مديحة حمدي فنانة، الالتزام كان عنوانها، موهبتها الكبيرة وظفتها بالشكل الأمثل والتي تحبه وتتمناه. وقفت أمام كبار النجوم فأجادت وتنوعت في اختياراتها الفنية، ابتعدت عن الأضواء والشهرة فتذكرها الجميع، ولما لا، فهي الفنانة التي طيلت مشوارها الفني كانت ولا زالت محبوبة من الجميع، سواء كانوا زملاء في الوسط الفني أو الجماهير. بسبب حبها للفن أرادت أن يكون هدفها، فتحدت والدها حتى النهاية، وبسبب دورها كزوجة تحدت الجميع وتركت الفن. وما بين تلك الفترة الكبيرة العديد من الأعمال الفنية المتميزة والمتنوعة. واليوم ومن خلال التقرير التالي سنتحدث عن الفنانة مديحة حمدي، من بداياتها المتعثرة نوعاً ما إلى أوج شهرتها، كما سنسلط الضوء عن أهم أعمالها الفنية وجوانب كثيرة من حياتها الشخصية المصحوبة بالأزمات، فتابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضاً لا تنسوا عمل إعجاباً للفيديو. ولدت مديحة محفوظ أحمد حمدي يوم 23 يوليو عام 1941. نشأت في منطقة شبرا لأب قاهري يعمل في مجال الطيران وأم صعيدية. تعلمت بمدرسة الراهبات الفرنسية. لقبت مديحة حمدي بين أفراد عائلتها بالطفلة النابغة، حيث كانت تقلد الفنانين مثل صباح وفايزة أحمد وشادية وفاتن حمامة، بجانب غنائها بعض المقاطع من أغاني الأفلام. موهبتها الفنية تشكلت وهي في المدرسة الثانوية، بالتحديد عندما وقفت لأول مرة على خشبة مسرح الأوبرا القديمة، حينما شاركت في مسرحية بمدرستها الثانوية وكانت تقدم شخصية زعيمة النساء، وحصلت على الميدالية الذهبية عن ذلك الدور. بعد ذلك التحقت بكلية الآداب قسم الصحافة، لكن والدها وجد أن الكلية تقبل بمجموع أقل من مجموعها، فقام بتغيير رغبتها من كلية الآداب إلى كلية التجارة. وفي كلية تجارة جامعة عين شمس انضمت إلى فريق التمثيل، وقد ساعدتها والدتها حيث أقنعت والدها بأن تشترك في هذا الفريق. لذلك وعلى الرغم من موهبتها الكبيرة التي ظهرت عندها منذ الصغر، إلا أن الفنانة مديحة حمدي لم تحترف التمثيل إلا في سن الشباب، نظراً لصعوبة موافقة والدها على دخولها الوسط الفني، ويكون ذلك بداية مشوارها الفني لتلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتحصل على البكالوريوس. شاركت في أول مسرحية كعمل احترافي مع الفنان فؤاد المهندس، وكانت بعنوان السكرتير الفني بترشيح من المخرج سيد بدير. وعن تلك المشاركة قالت: تعلمت من الأستاذ فؤاد المهندس الالتزام بالنص والمواعيد وكيفية المعاملة مع الزملاء والفنانين والعمال والجمهور أيضا، كما تعلمت منه قراءة القرآن قبل فتح الستار حتى يوفقنا الله في العمل. برغم أنها في الفن منذ سنوات طويلة، إلا أنها مثلت في 10 أفلام سينمائية فقط. وعن سبب قلة أعمالها السينمائية قالت في حوار صحفي لها: حدث نقاش بيني وبين زوجي رحمة الله عليه عن عملي في السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة، وجلس يتساءل معي عن مكانة منزلي وأولادي في حياتي، فكان يجب أن أضحي بمجال من المجالات التي أعمل بها، ووقع الاختيار على مجال السينما، ولكنها تألقت في الدراما التلفزيونية وبخاصة الأعمال التاريخية والدينية التي اتسمت بمستواها الثقافي العالي، فقدمت عدة أعمال متميزة منها كليم الله، أم الصابرين، مدرس خصوصي،
معسكر البنات، السكرية، اللسان المر، عيلة الدغري، بعثة الشهداء، الأزهر الشريف، منارة الإسلام، ألف ليلة وليلة، رسول الإنسانية، القضاء في الإسلام، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، الحسن البصري، والفتح المبين. في شهر رمضان عام 1992 ارتدت الفنانة مديحة حمدي الحجاب، وقالت أن كثرة مشاركتها في الأعمال الدينية والتاريخية دفعتها لحفظ القرآن وبعض الأحاديث، وهذا كان أحد أسباب ارتدائها للحجاب عن اقتناع. تزوجت من لواء شرطة وأنجبت منه 3 أبناء هم أحمد، محمد، ومعتز، إلا أن الأوسط توفاه الله أثناء سفرها للخارج، وفوجئت بالخبر بعد عودتها، وكانت طواقة لطفل يعوض فقدانه، فرزقها الله بمعتز. في إحدى اللقاءات التلفزيونية قالت إن مربية ولديها سرقت أمومتها لتتفرغ هي لفنها، لدرجة أن ابنها معتز كان يقول للمربية يا ماما، ولكنها أضافت بعد وفاة مربية نجلي حزنت من نفسي بشدة لأنني ما كنتش كويسة، وهي كانت تستحق أن يقال لها يا ماما بعد أن ساعدتني على التفرغ لعملي ولبيتي ولزوجي. وقد عانت الفنانة من فقدان زوجها قبل سنوات، حتى إنها علقت مشاركتها في الأعمال الفنية لتتفرغ لرعايته بعد أن أصيب بمرض السرطان الذي تم اكتشافه بالصدفة في مرحلة متقدمة، وحتى وفاته لم يعلم بحقيقة مرضه. برأيك عزيزي المشاهد، وبعد استماعك لتقريرنا السابق، ما رأيك في الفنانة مديحة حمدي وفي تاريخها الفني الطويل؟ إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.